السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد الله محمد يونس قناة مستر جيمس. أنا هتكلم عن الشركات العملاقة اللي احنا ممكن نكون كلنا نستعمل منتجاتها في حياتنا اليومية زي العربيات والموبايلات واللبس، وبرضه هتكلم عن المطاعم اللي ممكن نكون كلنا أكلنا منها، وليه سموها بالأسماء دي واختاروا لها اللوجوهات دي ليه؟ وإيه هي أرباحها اليومية؟ ونسبة مبيعاتها قد إيه؟ فما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتشغل جرس الإشعارات علشان يوصلك كل جديد، وشير عشان غيرك يستفيد.